ركلة الزاوية، حسن عبد الكريم يلعبها إلى أحمد عبد الحسين، عالية أعلى من الكل والراس، والهدف الثاني جول. ضاعت الأولى يا علاء وأتت الثانية بعد ثواني فقط يا علاء، بعد ثواني فقط يا علاء، علاء عباس أتى بالثانية هنا على مرمى نوروز في شوط اللقاء الأول، وبالتالي يتصدر يتربع على قائمة هدافي الزوراء. إذا علاء عباس بالراس بالراس بالراس، شوف الركنية، أحمد عبد الحسين هذه المرة بالأسيست، وعلاء يا عيني يا عيني يا عيني حطت معلم يا عيني، حطت استاذ يا عيني، وبالتالي صارت النتيجة 2-0. علاء عباس بالراسية الحاضرة، وبالتالي الزوراء بالتفوق الكامل في هذه المباراة بكل شيء. الله الله على العيون البريئة، على عشق النادي، على الحب للنوارس البيض،